صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الجلوس على طاولة وفي أحد أدراجها مصحف، وهل هذا من الإهانة لكتاب الله؟ وما الذي أدراك في أحد أدراجها مصحف؟ ما الذي أدراك؟ وأيضا لا يعتبر هذا من الإهانة للمصحف، لأنه محفوظ، موضوع في درج ومحفوظ، لا يعتبر هذا من الإهانة. نعم.